اللافت أيضا أن ترجمة التي كانت تبثها الإخبارية السعودية التي انفردت بنقل المؤتمر الصحفي شهدت مشكلة في صوت المترجمة أثناء إجابة الوزير الألماني على السؤال الوحيد الذي أجاب عليه. وقد أخذ صوت المترجمة يتكرر بجملة واحدة لأكثر من 6 مرات إلى أن انتهى الوزير من كلامه، فوضح الصوت الأصلي للمترجمة بكل وضوح في آخر 3 كلمات فقط. نحن كألمان قلنا أن النهاية في النهاية لا يجب أن سيادة قطر لا تلمس.